بسم الله، شرفنا النهارده ضيف عزيز من دولة السعودية. إن شاء الله هنعمل شفط لدهون الصدر والبطن والجوانب والظهر، تكون حالة حلوة يا شباب، تابعونا. ده شكل العيان بتاعنا، هنشفط الظهر دلوقتي وهو نايم على البطن. هنرجع لكم في فيديو تاني لما نخلص عملية الشفط. رجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفطنا دهون الظهر. هنقلب العيان بتاعنا دلوقتي ونكمل الصدر ونكمل البطن إن شاء الله. إحنا خلاص قلبنا العيان بتاعنا بشكلنا وإحنا نايمين على منطقة الظهر. هنشفط دلوقتي الصدر والبطن ونطلع الغدد، ان شاء الله تكون حاله حلوه، تابعونا. رجعنا لكم مره اخيره، الحمد لله خلاص خلصنا حالتنا، شفطنا دهون البطن والظهر والجوانب، شفطنا تقريبا 7 لتر دهون صافيه. اتمنى ان الحاله تكون عجبتكم، واشوفكم على خير.